السلام عليكم. عيطوا لي على واحد خويا طاح عليه شي حد في العربيه، عيط له الامبيلونس مشات عنده جابته طاير. منين وصلنا للسبيطار مشينا قالوا لك ديروا له راديو، قطعنا له الورقه الاول خلصوا فيها، خلصوا في الورقه تاع الراديو. ومنين مشينا فين نفوتوا له الراديو قال لك سيدي الراديو ضايع، السيد كيموت فوق الباياس، كنتسنى ودابا يجي هذا المسؤول، دابا يجي هذا اللي يصاوب الراديو، والو جوج سوايع، عيطوا لنا الامن، الامن المساكن ما هضروش معايا نهائيا، بقاو غير نجيو، وموراها منين جاب الله تفادينا هذه المشكله، داروا لنا الراديو، مشينا ولينا السيك الطبيب، منين جات الوالده بقات تبكي عليه، ناض السيك الطبيب بقى يتعب فيها. ماشي طبيب هذا غير ممرض. ولا ممرض ولا ما نعرفش شكون هذاك، بقى يتعب فيها. راك انت بسيادتكم بقيت راك تشوف بعينك بقى كيدفع فيها جرحها مسنيها. ملي مشينا كنهضروا معاه بغا حنا ولا علينا غول بغا يضربنا. والمهم حنا كنناجدوا هاد المسؤولين ديال هاد السبيطار، راه لا حول ولا قوه الا بالله تاع كرسيف، السبيطار ديال النوك ديال ديال كرسيف راه كيتكرفسوا على عيبه. انا نفس المشكل اللي كيقول هاد السيد راني حاضر عليه، لابيلانس جايه تجري وطايره باغيه تقيس عباد الله وتجري باش تنقذها بالروح هذا، وملي وصلوا عندهم خلاوه فوق البايس كيقولوا لنا الراديو ما كاينش، ومشاو جابوا لنا الشرطه باش يديونا، كيقولوا نجيبوا لكم الشرطه يديوكم للحبس علينا يبعدوكم منا. ملي جاوا الشرطه صابوا من حقنا داك الشيء اللي كنطالبوا، ما كنتعداوش، كنقول لهم ديروا له غير الراديو باش نردوه للطبيب باش اسمه كاين. وملي ردينا له الطبيب شاف داك الشيء قال لك راه مزيان، ملي خرجنا خرج واحد الممرض بقى يدفع موين الدري اللي طاحت عليه بقى تغوت كتقول وهذاك علاش دفع ديك المرض يحيى في الارض علاش؟ كيقول لها ما تغوتيش خرجي عليا برا، كيقول لها خرجي عليا برا وكيدفعنا. وملي قلنا له ودي هذه مرا راها مرياحه وكذا وكطيح على ولدها خليها تتفش خاطره ونخرجوها، قال لك خرجوا عليا بغا يصوتنا. قال لهم خرجوا عليا هذا هو اللي داير لي المشاكل. قالنا خرجوا عليا هذا هو اللي راه داير لي المشاكل من الاول، علاش يبقى يغوتوا على الراديو وعلاش يغوتوا على كل شيء؟ دابا حنا كنطالبوا من الله والمخزن يشوفوا هذا السبيطار ديال كرسيف، ها راه ما كاين لا سبيطار لا والو، راه المسؤولين ما كاين حد هنايا في ديال السبيطار.